اوكي حبايبي، عم شوف يعني طاقتكم، يعني طاقتكم العامة بصراحة عم شوفكم راح تكونوا هالشهر كتير صريحين. بشوفكم يعني صراحة يعني طاقتكم راح تكون صريحة كتير، يعني فهمتوا علي حبايبي؟ يعني الصراحة وصرامة الكلام، يعني بشوف يعني طاقتكم راح تكونوا شوية صارمين يعني في الكلام، ممكن بعض الأحيان يعني يكون كلامكم شوية قاسي. شوفكم كمان يعني ممكن يا اما انتو كانت عندكم علاقة ولاتي، او الشريك كانت عنده علاقة ولاتي وراح توضح لك الامور، او وضحت لك الامور حبايبي. يعني ممكن القراءة تكون عكسية. اوكي حبايبي، انا يعني بقرا السيناريو اللي قدامي. يعني بشوف بصراحة طاقتكم، يعني طاقتكم صريحة صارمة شوي، بعض الاحيان بتكون شوي صارمة حبايبي. كمان عم نشوف يعني بدكم يعني تروحوا للأمام، بدكم توصلوا الحقيقة، ما يعني حقيقة في هالشهر كيف ما يعني كيف ما كانت الحقيقة بدكم تعرفوا، سواء كانت سيئة أم إيجابية. أوكي حبايبي، هلأ راح نروح يعني لقراءتكم العاطفية، هي طاقتكم. أوكي حبايبي، راح ناخد هالورقة على جنب. أوكي عم شوفكم، يعني طلع عندي كوين فوندوس. يعني عم شوف بصراحة يعني في العاطفة رح يوضح لكم شيء، رح يعني عم بصراحة عم شوفي انه طاقة عامة. اوكي حبايبي، بشوف يعني في العاطفة، بشوف يعني شمس ما رح توضح لكم شيء، رح يوضح لكم في العاطفة. بشوفكم يا اما تاركين علاقة او بتفكروا تتركوا علاقة ما، لانها بتحسوا كأنكم ما مو مرتاحين فيها، يعني بتحسوا كأنكم جو يعني شجارات، بتصير شجارات كثيرة فيها. بشوف كمان يا اما انت يا اما الشريك عندكم تعلق، ما تعلق يعني جسدي، وممكن يعني يكون سحر. اوكي حبايبي، ممكن يكون فيكم يعني اناس عندهم سحر. يعني بشوف كمان عندكم تعلق جسدي بشخص ما من الماضي، اكيد شخص من الماضي حبايبي. عم شوف كمان انكم يعني هاي الورقة، بشوف يعني انتم بدكم تتركوا الماضي وراكم وتروحوا، بدكم تتركوا كل شيء، كل شيء يعني كان سيء في حياتكم بدكم تتركوه، بدكم تروحوا الأمام وتشوفوا. يعني إذا رح أقولكم يعني بدكم تروحوا وتشوفوا الشيء اللي رح، بصراحة يعني بشوف كأنكم رح تتركوا الماضي ورح تروحوا، رح تروحوا تشوفوا حياتكم، تاخدوا ناس معاكم، يعني الناس اللي بتوثقوا فيهم يعني تاخدهم معاكم يعني، وتروحوا تتركوا كل شيء وراكم وتروحوا. بشوفكم يعني حاسه بحس يعني بشوفكم عايزين هالشهر بدكم تشوفوا للامام، بدكم تشوفوا الاشياء الجديده، يعني تتركوا كل شيء سيء، كل شيء مو حلو، وتروحوا للامام. بشوفكم كمان عندكم سيطره على المشاعر حبايبي، بتحاولوا تسيطروا على مشاعركم وبتوصلوا لها السيطره، يعني على المشاعر بتقدروا تسيطروا على مشاعركم يعني تجاه شخص ما. عم شوفكم كمان رح توصلوا للتوازن. اوكي حبايبي، بشوفكم كمان رح توصلوا للتوازن العاطفي. كمان يا حبايبي، يعني عم شوف بصراحه إيه. اوكي يعني بشوف في الاخر راح توصلوا للتوازن اللي بدكم اياه، وراح تكونوا انتم منتصرين. يعني في الحياة العاطفية راح تكونوا انتم اللي منتصرين، وانتم اللي واصلين للشيء اللي بدكم اياه. فهمتوا علي حبيبي كيف؟ كمان يعني طالع لي يعني ممكن اما انتم بدكم تقدموا عرض، او شخص ما بده يقدم لكم عرض. وهالعرض بصراحة بشوفه يعني كثير منكم يعني راح تقبلوه، راح تقبلوا هذا العرض بصراحة. بشوفكم يعني راح تقبلوا هذا العرض، تتركوا كل شيء وراكم، راح تنزحوا من التعلق اللي كنتوا فيه. وبشوف أكتريتكم يعني بدكم صراحة، فهمتوا علي حبايبي؟ يعني بدكم صراحة، هي أهم شيء، الصراحة الصراحة الصراحة. هالشهر راح يكون عنوانه أريد أن أعرف الحقيقة كيف ما كانت.
يعني بدكم تعرفوا الحقيقة، ما بدكم توصلوا الحقيقة ما في العاطفة، بالأخص في العاطفة يكون الثمن اللي بده يكون، بس بدكم انتو توصلوا لهي الحقيقة. يعني يكون الثمن شو ما كان، جرحته أو انغدرته أو شيء، يعني بدكم توصلوا له خلاص، مشان ترتاحوا، مشان تعرفوا الأشخاص الصادقة، تعرفوا الأشخاص اللي بتحبكم عن جد. لهيك يعني بدكم توصلوا الحقيقة ما في شهر 7. بشوف يعني في الآخر راح تكونوا انتو اللي منتصرين حبايبي، فهمتوا علي؟ بشوفكم يعني انتو اللي راح تكونوا انتو اللي منتصرين، انتو راح تربحوا هاي يعني في هاي العلاقة او في هاي العلاقة، يعني بشوفكم انتو اللي راح تربحوا، وراح في الآخر تحتفلوا وراح تكونوا فرحانين حبايبي، راح تكونوا فرحانين وراح تتغير حياتكم، فهمتوا علي حبايبي؟ مو يعني مو للسيء بس للأحسن. اوكي حبايبي، هاي الشيء اللي طالع لي في في العاطفة. هلا راح نقول طاقات برج السرطان، طاقات هوائية وطاقات نارية حبايبي. شوف برج الحوت، اوكي حبايبي، وطاقات نارية طاقات هوائية كتير بصراحة. برج الجدي، برج العقرب حبايبي كمان، وبرج الأسد، طاقات هوائية، طاقات ترابية، وطاقات نارية. يعني هاي الطاقات اللي عندكم في العاطفة. اوكي حبيبي، هلا راح نروح وراح نشوف يعني في المال، وبعدين مليان، وبعدين صحيين. اوكي حبيبي، يعني بشوف يعني هالشهر عندكم يعني بدكم توصلوا الحقيقة ما هي برج الأسد. شوف بحس كأنه بدكم تعرفوا الحقيقة ما، وكمان طلعت في الورق يعني بدكم تعرفوا حقيقة ما وبدكم توصلوا لشي ما، بس يكون الثمن اللي بده يكون، بس انتو بدكم الحقيقة، وراح تكونوا صريحين هالشهر، راح تكونوا صريحين كتير. يعني ممكن صراحتكم تجرح بعض الناس، خذوا بالكم حبيبي، يعني ممكن صراحتكم تجرح بعض الناس حواليكم، فهمتوا علي حبيبي؟ اوكي هلا راح نشوف مالين حبايبي. اوكي حبايبي، اوكي حبايبي، هلا مالين، بعدين راح نشوف صحيين حبايبي. بحبكم، بحبكم كثير، بحب بصراحه، بحب كان كل الابراج بحبهم. اوكي، وقعت ورقة ما راح اخذها مالياً. اوه بصراحة عم شوف المال راح يمشي معاكم كتير في البداية، يعني اوراق الاولى بتشرف كتير، يعني اوراق كتير حلوة حبايبي في البداية. يعني شفتوا يعني هذا الكارت طلع لكم كمان في طاقتكم، وطلع كمان في العمل او ماليا بصفة عامة. يعني حبيبي عم شوف انه بصراحة في المال راح تكونوا انتو مكتفين ماليا هالشهر، بس حبايبي يعني خدوا بالكم لا تصرفوا فلوس كتير على الفاضي، اعرفوا وين المال تحطوا في شو راح تخسره، يعني فهمتوا علي حبايبي؟ حاول ما تبذر مالك في اشياء، يعني اشياء ما تكون مهمه، فهمتوا علي؟ ما بدي اقول تافهه بس ما تكون مهمه، فهمتوا علي حبايبي؟ شوف كمان حبايبي انكم هل يعني في المالين وعامه، يعني في المال بصفه عامه بصراحه، ترى هالورق اللي راح اخذه. اوكي حبايبي، بصراحة بكل صراحة، يعني عم شوف انكم انتو راح بشوف بصراحة، يعني انتو راح توصلوا لسعادة ما في هالشهر، سعادة مالية. يعني بشوف السعادة كمان طلع عندنا احتفال في الاوراق يعني العاطفية. اوكي بشوف يعني بدكم توصلوا الحقيقة ما،
هذه ما راح نزيحها. يعني بدكم توصلوا الحقيقة ما صراحة، يعني بدكم هالشهر وضوح، بدكم وضوح، ما بدكم شيء يكون شيء، يعني يكون كيف راح أقول لكم، شيء يكون غامض. ما الغموض راح نودعوا هالشهر، يعني بحسكم كأنكم بدكم تكون اللي حواليكم يكونوا صريحين، انتوا تكونوا صريحين مع الناس في كلامكم، في طريقة يعني تعاملكم، كل شيء راح يكون واضح هالشهر. اوكي حبيبي، بس خدوا بالكم لا تجرحوا بحقيقتكم، يعني يعني بعض الاحيان بتكون حقيقة قاسية شوي عن الناس اللي احنا حوالينا، وهيك خدوا بالكم لا تجرحوا حدا بصراحتكم اللي كتير بشوفه كتير اوفر هالشهر بصراحة. اوكي حبايبي، بشوف يعني في العمل راح يكون عندكم علاقات كثير هالشهر، راح يكون تواصل، ممكن تواصل مع جميع طاقات كثير بصراحة، بشوف في العمل طاقات كثير، راح تتعاملوا مع ناس كثير هالشهر. كمان حبايبي عم شوف كأنكم راح تكونوا شوي مكتفين ماليا، يعني راح يكونوا عندكم وفرة، وراح يعني راح تهتموا بحالكم كثير هالشهر من ناحية يعني المال، راح تصرفوا على نفسكم، راح تدلعوا نفسكم كثير هالشهر. كمان بشوف يعني راح تكونوا مرتاحين من ناحية المادة، وبشوفكم تاركين شي، تاركين شي رايحين، يعني تاركين شي ورا ظهركم. كمان يعني في طاقة العاطفة هالورق كمان طلعنا في كارت العاطفة، راح اخد كارت كمان. اوكي بصراحة عم شوف ان الكروت عم تتكرر، اسفة حبيبي وقعت الكاميرا. عم شوف صراحة ان الكروت عم تتكرر، هالورق طلع لنا، هالورق كمان طلع لنا، نفس الطاقات، بدكم تتركوا شيء وتروحوا، بدكم الوضوح هالشهر حبيبي. بحس كأنكم بدكم الوضوح 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 الوضوح، بدكم تكونوا واضحين كتير حبايبي هالشهر. بشوفكم كمان تاركين شي ورا ظهركم، يعني سيء، ممكن يكون راح تتركوا شي وراح تجيكم فرصة احسن من هالفرصة اللي كنتوا فيها. اوكي حبايبي، وممكن يجيكم مال، يجيكم مال على فجأة، فهمتوا علي حبايبي؟ يعني او انتوا راح تجيكم فرصة وراح يجيكم عرض ماليا، يعني راح يكون عرض كتير حلو، خد بالك ما يعني ما تشوفي هذا العرض، ممكن تنتقل من عمل لعمل اخر، يكون عمل يعني بقدرك، بيعرف مجهودك كل شيء، فهمتوا علي حبايبي؟ كمان يعني بشوف راح تكون هالشهر، راح يجي كمان عرض حب طالع لي، رغم القراءة متخصصة بالمال، بس طالع لي يعني عرض، في يعني هيجيك عرض عاطفي، راح يكون هالشخص بيحبك كتير حبايبي. اوكي راح يكون يحبكم كتير كتير كتير. وكمان بشوف بصراحة، بشوف كأنه يعني شاكة بصراحة، بشاكة يعني هذا الإنسان اللي راح يقدم لك هالعد، بحس كأنه من الماضي هالشخص. أوكي حبايبي، أوكي هذا الشخص من الماضي، بس راح يرجع لكم، طلع لكم كمان في العاطفة، راح يرجع لكم، كان كسر قلبكم زمان، بس راح يرجع لكم وراح يحاول يصلح يعني الشيء اللي عمله في الماضي. أوكي حبايبي، وزي ما قلت لكم يعني في المال راح يجيكم مال، وراح يجيكم عرض عمل احسن من اللي كنتوا فيه، وراح تكونوا مرتاحين كتير، وراح تطلعوا للامام، ما راح تبقوا تشوفوا للورا، حسكم كأنكم هالشهر عندكم طموح كتير عالي، وراح توصلوا لما تركزوا على الشيء اللي بدكم اياه، يعني وتكونوا صريحين هالشهر، بس ما تكونوا صريحين زيادة عن اللزوم، تكونوا صريحين بس ما هو زيادة عن اللزوم. اوكي حبايبي، وعندكم عرض، بس خدوا بالكم تشوفوا هالعرض. اوكي حبايبي، لما تجيكم هالفرصة وراح تقبلوها في الشغل، في المال او يجيكم مال، راح توصلوا للسعادة، يعني راح تكمل السعادة عندكم هالشهر. لو شفتوا العرض، لو حققتوا في كل شيء بدكم تعملوه هالشهر، وركزتوا في كل شيء، ويكون كل شيء واضح، راح توصل، بس بأكد عليها ما تكونوا واضحين زيادة عن اللزوم، من شان ما تخسروا كل الناس اللي بتعرفوهم. اوكي حبايبي،
يعني هلا رح نروح نشوف كمان الصحة. اوكي حبيبي، رح نشوف الصحة شو صاير، شو احوال الصحة حبيبي، شو احوال الصحة. اوكي حبيبي، اللي يعني شاف القراءة توقعات شهر 7 يقول لي اذا توافقت معك او لا. ما توافقت معك طاقات، بحب يعني بحب اعرف ان الطاقات بتوصلني ولا لا، مو بتوصلني. بحب اقرا كومنتس يعني ايجابي، سواء ايجابي او سلبي. وتذكروا دايما لما نكون ايجابيين حبيبي راح نوصل لكل شيء بدنا اياه. اوكي حبيبي، اوكي هلا راح ناخذ صحيا. شوف يعني الصراحة هالعنوان تاع هالشهر حيكون الصراحة والوضوح حبيبي. اوكي من ناحية الصحية، صراحة بشوف هالشهر يعني عندكم استقرار مادي كتير حلو، بس بصراحة صحيا بحس كأنكم يعني بتبينوا الناس انكم جامدين، انكم ثابتين في الارض، يعني انكم يعني ما في شي بيهزكم. بس بصراحة بجواتكم في حزن كبير حبايبي. بشوف يعني بصراحة يعني الناحية الصحية بشوف اكتر شي عندكم نفسي حبايبي. بشوفكم يعني ما بتبينوا مشاعركم اللي جواتكم، ما بتبينوها للناس. اوقات بيكون صح اوقات بيكون غلط حبيبي، لانه لما نكون مجروحين ومغدورين في قلبنا ومتألمين ونخبي شي جواتنا ونضل نضحك وجواتنا يعني عم نحترق من جوا، ما بنبين للناس، هيدا الشي كمان بيأثر على صحتنا سلبيا حبيبي. بشوف حبيبي حاولوا انكم اي شي بيزعلكم اعتزلوه، اتركوه في له بصراحة. يعني انا بنصح كل الناس اي شيء بيجرحني وبيخليني يعني بيسحبني لورا اتركوا مني، اقطعوا بحبل، اقطعوا يعني بموس ولا بسكين يعني، واقطعوا وفل يروح هو وكمل انا، لان احنا لازم نطلع للامام مو نرجع لورا. فهمتوا علي حبيبي؟ يعني بشوف اكثر شيء عندكم يا حبيبي نفسيا يعني. اكثر شيء يعني بشوف ان عندكم نفسيا انكم بتراقبوا شخص ما حبيبي، او انتم بتتراقبوا من شخص ما. بس بصراحة شايفة انا في الاخر راح تطلعوا من هالشي، يعني بصراحة عم شوفكم الحد معاكم. بشوفكم كمان راح تموتوا هاي الاشياء اللي يعني بتوجعكم، وهيك راح يعني راح تعززلوها وتروحوا. بشوف يعني هاي الطاقة عندي حبيبي، يعني راح تقتلوا هالأحزان والشي اللي مجرحكم من طعنكم وكل شي موجعكم راح تتركوه وراح تفلوا. اوكي حبيبي، حاولوا ما تتأثروا بأي شي يعني سلبي وبيخليكم يعني حزنانين وتعبانين وكل شي. اوكي حبيبي، هلأ حبيبي رح تكون خلصت قراءتنا. بحبكم حبيبي كتير، بحبكم. كمان هنا الطاقات طلعت لي يعني ترابية وبرج الميزان برج العقرب، خلاص وطاقة نارية. اوكي حبيبي، بحبكم كتير حبيبي.